ومتابعين اكيد سمر من الابداع للسيدات السوريات. رح ننتقل الى العمل التطوعي والشباب السوري اللي دائما هو عم يبدع ويحس باخوه السوري. رح نحكي عن مبادره شبابيه انطلقت من مدينه النبك، كان لها العديد من الاهداف والدوافع ومرت بالعديد من الصعوبات، لكن اصرار الشباب على تحقيق الهدف كان اكبر. لحتى نحكي أكثر عن المبادرة ولحتى نحكي أكثر عن عمل المبادرة الشبابية بسنة، رحب بالأستاذ علي مالك، هو صاحب فكرة المبادرة. صباح الخير أستاذ علي. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. وأيضا بدي رحب بصبحي فخر الدين متطوع في المبادرة، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. بالبداية خلينا نحكي عن المبادرة، كيف طلعت ببالك الفكرة وشو الهدف منها؟ هلا المبادرة بلشت من حوالي سنة تقريبا، هدفها تقديم الدعم للمجتمع المدني وللمؤسسات الخدمية بالنبك. نحن بلشنا بتنظيف مدينة النبك وإزالة الأنقاض المتراكمة، وتطورت الفكرة، بلشت يعني نتيجة العمل الموجود على الأرض صارت المتطوعين تيجي لعنا عن مبادرة وانطلقنا. نعم، يعني اهلا وسهلا فيك، صباح الخير. اهلا فيك يا صباح. يعني سيد صبحي، نحن عم نحكي عن بالبداية تنظيف منطقة النبك، هي مجموعة من الشباب، ولكن هل كان في مساعدات إن كان من أدوات أو إن كان من يمكن شيء إنه نحن يساعدنا بتنظيف أسرع وقت، ولا اعتمدنا على اليد البشرية؟ هلا بشكل عام مجتمع النبك هو مجتمع بيحب التطوع، يعني مجتمع بيحب يعطي، كريم، بيحب يساعد بكذا مكان، يعني مو بس بالتنظيف فقط. فنحن اللي واجهناه الشيء الحلو انه نحن وين ما نطلع باي شارع بتلاقي ختياره بتطلع بتضيف شيء، بتلاقي مطعم بيعطي فطور للعمال للحدا اللي معك، كلمه حلوه، شكرا، صباح الخير، يعطيكم العافيه. هذا الشيء كله بيعطي دعم للمبادره يعني. وبالنهاية نحن شباب كتيرة متطوعين داخل المبادرة، وفي عمال موجودين طبعا. المتطوع ما عنده شيء، يعني بتحسي بتطلع خلص انه انا طالع بدي اقدم شيء لهالبلد، بيلاقي نفسه بهذا المكان، تمام، انه انا بدي اعطي شيء، حاسس هالشيء بده يكمل البلد لنبني مستقبل حلو. بشكل عام شيء حلو، يعني كلمة حلوة ولو كلمة حلوة من العالم تكفي. أكيد هذا هو الشباب السوري اللي نحن بنفتخر فيه. خلينا نحكي كيف عم يكون الإقبال على المبادرة، بلشتوا من سنة لهلأ، كيف تطورت المبادرة من لما بلشتوا فيها لهلأ؟ هلأ نحن بدينا في التنظيف وترحيل الأنقاض، المرحلة اللي بعدها دخلنا كان دخل شهر رمضان الكريم، فدخلنا مبادرة نعمة، يعني حملة نعمة. نعمة قدمت وجبات إفطار صائم نتيجة دعم أهل الخير إلها وإيمانا في العمل اللي شافوه على الأرض. فقدمنا وجبات رمضانية للإفطار حوالي 1200، تعدت 1200 وجبة باليوم يعني بشكل يومي. انتقلت بعدها المرحلة الثانية، كان دخل جانحة كورونا على البلد، فنحن اشتغلنا فيها، أمننا تم من أهل الخير تأمين أسطوانات أكسجين بمساعدة معمل أكسجين النبك، بدعم معمل أكسجين النبك وهيئة مشافي القلمون ومشفى النبك، فقدرنا نأمن الأكسجين للمصابين لبيوتهم لمنازلهم، بالإضافة للوفيات. كمان شكلنا فريق درب بوجه السرعة و قام بعملية الدفن، تمام، يعني دفن الموتى. كيف عم تقدروا تحموا حالكم بالكورونا؟ عم تتعاملوا مع أشخاص عندهم كورونا؟ هلأ نحن سوونا دورة في مشفى النبك، يعني سوونا دورة وأخذين كافة الوقايات اللي كانت، يعني لباس كامل، تجهيزات كاملة، فكنا حامين حالنا بناء على التدريب اللي أخذناه من مشفى القلمون.
نعم. خلينا ننتقل عند سيد صبحي ونحكي عن العمل التطوعي. بالبداية من سنة لهلا قديش العدد؟ كيف بلشتوا العدد التطوعي وكيف صار؟ ذكرت ببداية حديثك انه لما بتتجولوا بالمنطقة في ختيارة، في محل، في ناس بتضيف اكيد، يعني اهل الكرم يعني اهل مثل ما بيقولوا بالمعنى الكلمة. خلينا نحكي اليوم قديش شعور المساعدة، شعور التطوع هو مهم، هو موجود داخل كل حدا فينا، ولكن نحن كيف جمعناهم كجروب وكيف صرنا عائلة وحدة، وحتى اللي منروح منساعدهم كمان صاروا أهلنا. هلا نحن بالنهاية شباب النبك مرتبط ببعضه كتير، يعني المجتمع معنا كتير كبير فكله بيعرف بعضه تماما. فاليوم كلمة مني لرفيقي بالشلة بالسهرة، كلمة لرفيق تاني بالحارة، فمنصير ندل بعض، خاصة انه نحن الجامعة قريبة علينا، جامعة القلمون. صحيح. فالكلام بينتشر بشكل سريع، فبصير واحد يعني كلياتنا في جواتنا بذرة حلوة بس بدها دفشة صغيرة يعني. واغلب الشباب هلا هن بحاجة الى فرصة عمل، ويمكن العمل التطوعي هو عم يجي داعم انه هن يطلعوا من حالة قلة فرصة العمل او قلة ممكن بسبب الظروف الصعبة يلي مرقوا فيها، حتى للنفسية، والعمل التطوعي بيدعم النفسية اكثر. بالنهاية اللي بيشتغل بس مشان يجمع مصاري ما بيلاقي نفسه، اما وقت بيشتغل هو عم يجمع مصاري وهو بنفس الوقت عم يدعم شيء تطوعي جواته، بيندفع للشغل، ان كان للشغل المادي وان كان للشغل التطوعي، بصير بيحسن يوازن بين شغله وبين عمله التطوعي، بين دراسته وبين عمله التطوعي. ومثل ما قلت لك نحن هذا الجروب انجمع يعني الكلام الحلو بين العالم، كلياتنا جواتنا بس هيك دفشه صغيره بيقول لك اطلع. قد ايه عددكم صار؟ نحن حوالي بس المتطوعين حوالي 30 شخص. كتير لحد هلا طبعا 30 شخص من سنه لهلا، شب وصبيه، شب وصبايا. 30 شب وصبيه. خلينا نحكي عن روح العمل الجماعي، كيف عم تكون وكيف كيف بتتم المشاركه؟ يعني هلا اي حدا عم يتابعنا حاب يتطوع معكم عن طريق كيف؟ مع مين بيحكي؟ مع مين بيقدر يتواصل؟ لا نحن لنا صفحه على الفيسبوك مبادره لاجل النبك، التواصل عم يكون عن طريقه، ونتيجه العمل على الارض كثير صار في اقبال علينا. يعني هلا في حوالي في المبادره الجديده هلا اللي صار اللي بلشنا فيها، خلينا نحكي عنها اكثر. شو هي المبادره الجديده؟ هي دعما لقائد الوطن. تمام. دعما لقائد الوطن، وبمناسبه الاستحقاق الرئاسي القادم قررنا انه نقوم بتجميل مدينه النبك، نكون مهيئين لحتى نستقبل هذا الاستحقاق. تمام. فأمنا رجعنا بدينا من البدايه في عمل ترتيب النبك وتنظيفها وتجميلها لتكون جاهزه للاستحقاق هذا. فهلا صار في علينا اقبال، يعني هلا صار في تقريبا رح نزيد، نصير حوالي 47 شب وصبيه. تمام. نحن تقريبا ان شاء الله بنكون جاهزين ومستعدين لهذا الاستقبال استحقاق ان شاء الله. سيد علي، يمكن ظروفنا يلي مرقنا فيها الصعبه هي صارت توجهنا كيف بده يكون عملنا التطوعي. مزبوط. يعني المرق علينا ما هو سهل، ومحبتنا لبعض هي اللي هونته يمكن. خلينا نحكي نحن حضرتك كصاحب الفكره او يعني الجامع، خلينا نقول هالعيله، كيف بتختار الوقت المناسب لإطلاق هي المبادرة؟ إن كان فنتيجة على الأرض، يعني نحن مثلا كنا جاهزين لجت مرحلة رمضان، بعد إجت جائحة كورونا، بعد هلأ في عنا استحقاق، فهذه الأفكار عم تجي وراء بعضها، ولكن في أولوية، في هي الأولوية اللي عم تحكم علينا على الأرض هي هذه. بس يعني نتيجة الأعمال كلها إن شاء الله إنه رح نتطور أكثر وأكثر، ورح نجمع أكثر وأكثر. يعني مجتمعنا في النبك مجتمع أهلي، صاحب كرم، صاحب شهامة، في يد خيرة كتير في عم تساعد في البداية. خلينا نحكي عن التشبيك مع اليد الخيرة أو كان جهات أو جمعيات تانية لحتى تحققوا هذا العمل على أكمل وجه. هلأ في البداية كان السيد ماهر أبو ليلى هو الداعم للفكرة وللحملة وللمبادرة، بعدين وقت شافوا أهل الخير الأعمال صاروا يكفونا أهل الخير، صاروا هن اللي يجوا ويطلبوا منا ننفذ لهم اعمال. والحمد لله كلها كانت رائده وعلى مستوى،
وعلى مستوى الفكر وتحمل المسؤولية. هاي هي هون تحمل المسؤولية. يمكن المتطوعين يكونوا طلاب بالجامعات، ممكن يكون عندهم وظيفة تانية، كيف عم تقدروا تنسقوا بين عملكم التطوعي الإنساني وبين شغلكم أو بين دراستكم؟ خلينا نحكي عن هذا الموضوع. وأكيد خلال هاي السنة مرتوا بكتير تجارب، ممكن تكون حلوة ممكن تكون صعبة، خلينا نحكي عن أحلى تجربة مرتوا فيها وكمان أصعب تجربة. يعني السؤال لكم أنتوا الاثنين. تمام، هلأ أحلى تجربة هلا هي والعمل التطوعي كله حلو. تمام، يعني كلمه المبادره وقت من في مجتمع بمكان معين من 7:30 الصبح بنقسم بعضنا، هي هالاليه هي لحالها فيها شيء حلو يعني. فكل العمل ككل فيه شيء يعني، خلص بدفعك لهذا العمل. هلا عمل نسق نحن هو قسمين الشباب، يا اما عم يدرس يا او عم يشتغل. اللي عم يشتغل هو بيحسن يوازن الصبح بين شغله وبين العمل التطوعي. بنقسم نفسنا مجموعات، حدا بيجي انه اليوم انا وقتي فاضي. كم ساعة باليوم تشتغلوا؟ بنطلع على 7:30 الصبح بنجتمع، بنباشر 8 بتخلص الحملة الساعة 3. احيانا بنضطر بتزيد نص ساعة بتنقص نص ساعة حسب الوضع الموجود، يعني حسب الشيء اللي مقسمه الاستاذ علي. بيقسمنا اليوم في المكان الفلاني تنظيف، اليوم في المكان الفلاني بدنا نوزع له بمشروع نعمة، اليوم عنا مريض او مريضين ثلاثة بموضوع الكورونا بدنا نأمن لهم اكسجين. التنسيق اخر شيء عند الاستاذ علي بموضوع الاوقات يعني. ولكن بالنهايه الشباب هن هذا القسم. قسم اليوم بيقول لك انا معطل بدي احسن داوم معكم بالعمل، اليوم انا بحسن اخذ اجازه من وقتي وهيك يعني الموضوع. طيب اصعب موقف مر معكم خلال هاي السنه؟ كمان ممكن نحكي عن اصعب موقف واحلى موقف كمان من لما بلشت المبادره لليوم. هلا اصعب، انا برايي اصعب موقف هو وقت قعدنا ندفن نقوم بعملية دفن مريض كورونا. الله يرحمه. هذا أصعب موقف. وأحلى موقف إنه وقت نحن نقدم قنينة أكسجين لمريض كورونا. ساعدوا بالشفاء. ساعدوا بالشفاء. تمام. هي أصعب موقف وأجمل موقف. هذا اللي مرينا فيه. نعم. سيد علي، ضمن المبادرة ذكر السيد صبحي هلا مبادرة النعمة. نعمة. نعمة. خلينا نحكي عن الأسماء ونحكي عن المبادرات أكثر، نتعرف عليها أكثر. هلا مبادرة نعمة هي الفكرة قامت إنه من حفظ النعمة. يعني مثلاً بدينا الفكرة إنه أنت بدك تطبخ ببيتك 4 أشخاص. سويهم 5، نحن بنجي لعندك على البيت بناخد الوجبة الزايدة بنروح بنوصلها للمحتاجين أو للمستحقين. هلأ بلشنا أول يوم، شافت الناس طبعا أول يوم بلشنا نحن طبخنا، جهزنا مطعم مطبخ يعني بدنا نقول جهزنا مطبخ خلال 12 ساعة. بلشنا أول يوم طبخنا نحن، نزلنا على الفيس، شافت الناس شو قدمنا. تاني يوم تاني يوم نتفاجأ انه وصلنا اجوا الناس لعنا، قال نحن بدنا تطبخونا، بدنا توزعوا قد ما فيكم اليوم تطبخوا. بلشنا 400 وجبة، 600 وجبة، 800 وجبة، 1000 وجبة، وصلنا ل 1205. اعلى يوم وصلنا ل 1285 وجبة. الوجبات عدد الوجبات كلهم تعدوا 27,000. 27,000 وجبة توصل لباب المستحق. كانت الحمد لله كانت ناجحة ولقت إقبال على أرض الواقع. نعم، يعني ممكن هذا العمل هو من يعني من أهم الأعمال يلي اليوم نحن قديش منحب بعض ونحن اليوم قديش بحاجة لبعض. نحن كتير بدنا نتشكركم. شكرا كتير أستاذ علي، شكرا كتير أستاذ صبحي، وبدنا نقول كل الشكر لباقي الفريق، وإن شاء الله بتزيدوا أكثر من العطاء، بتزيدوا أكثر من الأشخاص، وهيك يا رب تخف الظروف الصعبة على العالم، ولكن يبقى العطاء هو المرتبة الأولى. يعطيكم ألف عافية وشكرا كثير. الله يتشكر كافة الجهات الأمنية بمدينة النبك اللي قدمت لنا الدعم. نحب نتشكر شعبة الحزب ومدير المنطقة والمشافي، وبنحب نتشكر كل من آمن فينا ودعمنا من أهل الخير، وبنحب نتشكر أهل النبك كلهم.
شكرا لكم ويعطيكم العافيه. ان شاء الله بنصيروا بكل سوريا. ان شاء الله ان شاء الله بنشوفكم بكل المحافظات السوريه، ومن ضمن صوتنا لصوتكم دائما العمل الخيري، العمل الانساني والتطوعي هو اهم شيء، وانتم مثل ما حكينا الشباب السوري اللي بنفتخر فيكم ونشوف حالنا فيكم. شكرا لكم. شكرا. اهلا وسهلا.